صديق ليا بيحكي لي وبيقول لي: تعرف يا محمد، انا كنت من فتره هتجوز على مراتي. قلت له: وبعدين عملت ايه؟ رد عليا بحته رد وقال لي، قال لي انا كنت هضعف خلاص، وفي يوم رحت لقيتها نايمه. قعدت ابص لها كده في امان وسلام، وسالت نفسي هي منين جابت الثقه والامان ده كله في مكان غريب عنها. وجاوب اقول: لانها حبتني، لانها حاسه معايا بامان لدرجه انها نايمه ومطمنه ومش خايفه تستمد ثقتها مني وامانها مني. فازاي اكون انا سبب في كسره ظهرها ولا خوفها، ولا ان ثقتها في نفسها تقل ولا تتهز؟ ومع كل رساله من التانيه كنت بفتكر مراتي وهي عايزه تجيب لي نجم من السما، وهي بتخلع دعابها وتقول لي: خده يا حبيبي، بيع وسد اللي عليك، ما انت اللي جايبهولي وهتجيب لي غيره كمان. لما كانت بتحط الجنيه على الجنيه علشان تكفي مصروفها ومصروف البيت علشان ما تحوجش لحد، افتكرت لما وقفت قدام الدنيا كلها علشاني، ولما استحملت زنقتي وضيقتي وما طلبتش حتى جزمه جديده لنفسها. مع كل رساله من التانيه كنت بفتكر مراتي وهي مستخبيه جوه حضني من كل حاجه زعلتها من الدنيا، لما هربت من كل شخص او كل موقف اذاها وجات لي واستخبت جوايا. افتكرت انها ملهاش غيري، وانها من بعدي تتوه، ومن غيري مش هتلاقي السكن ابدا مهما كانت الدوشه اللي حواليها. مع كل رساله كانت بتجيلي من التانيه كنت بفتكر ولادي، افتكر وهم مطمنين في حضننا، افتكر تعبها علشان تسعدنا، وافتكر انها عايشه مطمنه بينا، وان بيتها ده هو مملكتها اللي بتحس جواها انها بعيد عن اي خطر. وفي النهايه حلفت ان عمري ما بيع كل ده بالرخيص ابدا علشان لحظه نشوه او شهوه او انانيه. بنت الاصول دي ملهاش ذنب، ورصدها عندي كتير قوي وعند ولادي، وهي ما تستحقش كده ابدا. ما تستحقش ان اكسر جواها كل معاني الحب والخير والثقه، وانا عمري ما هكون سبب كرهها للدنيا وحسرتها. رحت وخدتها في حضني، وانا بفتكر تعبها وقفلتها عليها المطبخ علشان غدوه حلوه. حضنها في وقت الضيق اللي مريت بيه في يوم من الايام لهفتها عليا وعلى وجودي. فرحتنا في كل المناسبات السعيده اللي جمعتنا سوا، ودموعها اللي نزلت علشاني وعلشان كل وجع مريت بيه. استنونا بعد الفاصل.